التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول إن احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم ضحايا الكارثه الانسانيه اللي حدثت في زلزال المغرب او في الفيضانات اللي حدثت لاشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهارده انا عارف انتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الاشقاء على ان احنا يعني اذا كان في ممكن بتواضع شديد ان احنا نقدم دعم ومساعده مع بالتعاون مع الاجهزه والمؤسسات اللي موجوده هناك. انتم شغالين في ده، وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني او بالقوات البحريه بالبحر او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني في بالنسبه يعني في اعمال التنسيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا يعني هتبقى تقدم تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطقم اغاثه، اذا كان اطقم انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا، يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب أعمال التنسيق. وبرضه بالنسبة لليبيا أتصور إن احنا محتاجين يعني وبسرعة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الأخبار والمعلومات الواردة بتحتاج إن احنا نتحرك بكل قدراتنا. وانا عارف ان قدرات الجيش قدرات يعني قويه وقادره بفضل الله سبحانه وتعالى مع الجيش الليبي ان شاء الله ننسق معاهم ونتحرك، سواء كان اللي كان في فرصه ان احنا نخش بالبر معاهم او بالقوات البحريه ايهما اسرع يعني، او بالقوات الجويه طبعا. بس القوات الجويه لو احنا عايزين نعمل عمل تعبيد طرق وغسل المناطق المنكوبه بمعدات مهندسين، واتصور ان احنا محتاجين نعمل كده يعني ان احنا معدات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في يعني في اجراء عاجل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في 3 مدن على الاقل، مش كده؟ 3 مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يا اسامه. ايوه بس فان شاء الله يعني دي مهمه مع الاشقاء، ولازم ان احنا يعني كلنا نقف سواء كنا كقوات مسلحه، وانا في ثقه كبيره جدا في القدرات وفي الامكانيات وفي رد الفعل، او حتى في الشعب المصري تجاه الازمتين اللي موجودين في اشقائنا في المغرب أو في عند أشقاء في ليبيا. وأنا بقول ده جهد متواضع جدا، هو عبارة عن تعبير رمزي للمشاركة في الآلام والأحزان اللي تمت. واسمحوا لي إن احنا برضو نعلن الحداد 3 أيام في إطار يعني شكل من أشكال المواساة والتعازي والمشاركة مع الأشقاء يعني.